أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أن مملكة البحرين تعتبر مشروع جسر الملك حمد أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية المعززة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والداعمة لجهود تطوير البنية التحتية الخليجية والخدمات اللوجستية لا سيما نقل المسافرين والبضائع. وقال معاليه إن اللجنة لم تألو جهدا في سبيل متابعة تقدم سير الأعمال التحضيرية والفنية لهذا المشروع، ووجه معاليه في هذا الصدد الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة لتسهيل إجراءاتها وموافقاتها على حجز المزار الداخلي المستقبلي لجسر الملك حمد وحصر الأراضي والممتلكات العامة والخاصة التي ستتأثر، وذلك بغرض تحديد كلفتها المالية. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد عقد اجتماعا في مكتبه بقصر القضيبية حضره سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لبحث آخر المستجدات وللوقوف على المتطلبات الفنية المتعلقة بمشروع جسر الملك حمد والربط بشبكة سكة الحديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تم مؤخرا الانتهاء من إعداد وثائق مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية للمشروع، والتي من المؤمل أن يتم طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تعيين شركة الاستشارية خلال النصف الأول من العام المقبل. من جانبه أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن مشروع جسر الملك حمد الذي من المؤمل أن يتم البدء في تنفيذه بعد عامين بتكلفة تقدر بحوالي 4 مليارات دولار بتمويل وشراكة مع القطاع الخاص، مكون من 4 مسارات للمركبات ومسارين لسكة الحديد.